الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين. قصف روسي يدمر مطار دنيبرو شرق أوكرانيا، والعثور على عشرات الجثث في مقبرة قرب كييف. ماكرون يواجه تحديا صعبا من اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. شهد الاتصال تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذلك الأمن الغذائي وتراجع سلاسل التوريد، حيث تم التوافق على التنسيق المنتظم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة في هذا السياق. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها مصر في عملية التنمية، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء. كما استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرج الزمني لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كلف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام وإعلانها حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر. وأشار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤول الوزارات والجهات المعنية حيث تم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام. التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فرانس تيمرمانز نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ. تأتي هذه المباحثات في إطار حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر للتشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم عددا من التقارير من اللجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات. ومن بين هذه التقارير تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة وتراخيص العيادات والنشرات الطبية وتقارير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة مقدما ضد أحد الأعضاء بسبب عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من اللائحة الداخلية. تواصل المراكز الطبية بكافة محافظات مصر عملها للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. في إطار حرص الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة العمل على أوقات المواطنين للعديد من الأمراض المزمنة، بعد نجاح التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، تواصل المراكز الطبية وعلى مدار الساعة فحص المواطنين لاكتشافه المبكر للأمراض المزمنة كالسكر والضغط والاعتلال الكلوي وإحالة الحالات التي تثبت إيجابيتها إلى المراكز العلاجية. إن إحنا فيها بنكتشف المصابين بمرضى السكر وضغط ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب. عن طريق إن إحنا أولاً بنعمل الوزن والطول اللي عليه بنجيب مؤشر كتلة الجسم وبنقيس بنعمل سكر عشوائي وبنقيس ضغط الدم عشان لو في حد اكتشفنا إنه ضغطه عالي بيجي بعد 3 أيام وبعدين لو فضل ضغط عالي بنجيبه تاني بعد شهر وبنتابعه وبياخد العلاج. والحالات المستعصية منهم بتتحول لمستشفى العام اللي عندي في دايرتي. بناخد تحاليل، بناخد سكر عشوائي والضغط وبنتابع تحاليل الكريات والجلوميرولر فلتريشن ريت وبنتابع مع المريض. لو ظهرت فيه اي حاجه بنحوله على مستشفى بحيث ان هو يتابع مع اخصائي في الامراض اللي هو فيها، وكذلك بيتابعوا معاه اذا كان هيصرف علاج هيستمر على العلاج بيتحول الجهات المختصة. الفحص الطبي يتم وسط إجراءات احترازية ووقائية غير عادية ووفقا لمعايير الجودة العالمية. احنا في ظل جائحة كورونا بندخل المريض ومتأكد ان هو لابس الماسك ومتأكد ان هو ملتزم والفريق الطبي ملتزم بالوقاية الشخصية، وبنقعد المريض وبنسحب منه العينات مع الآلات بتاعته بتكون وان يوز اللي هي الشكاكة والسرنجات بتبقى وان يوز، وبعد ما المريض بيمشي بنعمل مسح للأسطح. انطباعات إيجابية انتابت المواطنين كافة خلال عمليات الفحص الطبي لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان. كويسين بصراحة، وأصول الضغط وأصول السكر وكشف على صدري، ويعني كويسين. أول خدمة هنا ممتازة بصراحة. أنا كنت جاي هنا عشان أقيس الضغط، لقيتهم عملوا معايا تحاليل اللازمة كلها ولقيت كل حاجة 100 100. دمج وتفعيل المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة لاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية للانتقال بالخدمة العلاجية للمواطنين من مستوى الإتاحة إلى مستوى الجودة، فالوقاية خير من العلاج. محمد حلمي، النيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ينفذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين في أعقاب الهجوم الذي وقع الخميس في تل أبيب
وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين. وذكر النادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 24 شخصا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، معظمهم من مدينة جنين وقراها. تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين في أعقاب الهجوم الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 24 شخصا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، معظمهم من مدينة جنين وقراها. من جهتها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 11 شخصا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وتل كرم وأريحة والأغوار، معظمهم بالرصاص الحي. كان الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين استشهد خلالها فلسطيني، بينما سجلت 12 إصابة بأعيرة نارية. وأعلنت إسرائيل سلسلة من الإجراءات ضد قطاعات مختلفة في مدينة جنين، وتشمل تلك الإجراءات إغلاق الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى المدينة ومنع دخول تجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من جنين إلى إسرائيل. وبينما سيسمح للعمال بالخروج للعمل في إسرائيل وسط زيادة التفتيش في المعابر، سيمنع دخول وخروج العرب في إسرائيل إلى المدينة، وسيتم وقف تصدير الرخام الصخري من المدينة إلى الخارج. وتأتي العملية العسكرية الثانية بالتزامن مع ذكرى مرور 20 عاما على الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيا منذ يناير الماضي، ويبلغ الفلسطينيون عن حوادث شبه يومية من عنف المستوطنين اليهود في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. تعرض مطار دنيبرو في شرق أوكرانيا لقصف روسي جديد أدى إلى تدميره بالكامل حسب ما أعلن مسؤول محلي. يأتي هذا فيما أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض معركة كبيرة في شرق البلاد بما في ذلك في دونباس، الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو. العسكرية الروسية أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض معركة كبيرة في شرق البلاد بما في ذلك دونباس، الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو، بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفا من هجوم وشيك في هذه المنطقة. وقال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا يجب أن تكسب هذه المعركة خاصة في دونباس، ما يعزز موقف كييف في المفاوضات ويسمح لها بفرض بعض الشروط. وفشلت روسيا في السيطرة على مدينة رئيسية واحدة منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 ومنطقة دونباس في شرق البلاد التي يسيطر عليها جزئيا انفصاليون تدعمهم موسكو. وتتعرض بعض المدن في الشرق لقصف عنيف ولا يستطيع عشرات الالاف من الناس المغادرة. واعلن حاكم منطقة لوغانسك المحاصرة ان مدرسة وبناية سكنية شاهقة تعرضتا للقصف في مدينة سيفرودونتسك بالمنطقة. وقال مسؤول أوكراني إنه تم العثور على مقبرة تضم عشرات المدنيين في قرية بوزوفا بالقرب من كييف في أحدث مقبرة جماعية يتم اكتشافها بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق بشمال العاصمة كييف. وفجر تزايد الضحايا المدنيين إدانات دولية واسعة النطاق وأدى لفرض عقوبات جديدة لا سيما بسبب مئات القتلى في بلدة بوتشا شمال غربي كييف. ورفضت روسيا مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب نافية استهداف المدنيين. كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ
إن الحلف يضع خططا لنشر قوة عسكرية دائمة كاملة النطاق على حدوده بهدف التصدي لأي عملية عسكرية روسية في المستقبل بعد أزمة أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ إنه كجزء من عملية إعادة ضبط رئيسية سيتم استبدال الوجود الصغير نسبيا على الجانب الشرقي للحلف بقوات كافية لصد أي محاولة لعملية عسكرية على الدول الأعضاء مثل إستونيا ولاتفيا، مؤكدا أن قادة الناتو العسكريين يعكفون على تطوير خيارات بهذا الشأن. تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة مفاجئة إلى كييف بإرسال 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا. وأكد جونسون على تشديد العقوبات والضغوط الاقتصادية على روسيا وتكثيف الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا. في بادرة التضامن مع أوكرانيا، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة غير معلنة لكييف بعد قصف صاروخي روسي طال محطة قطارات في شرق البلاد أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. زيارة قوبلت بترحيب بالغ من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الذي استغل زيارة رئيس الوزراء البريطاني للدعوة مجددا لتجديد الضغوط والعقوبات على روسيا، خصوصا ما يتعلق بموارد الطاقة الروسية. يتعين علينا ممارسة المزيد من الضغوط على الاتحاد الروسي عبر دعم أوكرانيا، وبشأن الدفاع يجب ممارسة الضغوط في شكل عقوبات، وأنا ممتن لبريطانيا لمواصلتها وتعزيزها للعقوبات وتقديم دعم كبير لأوكرانيا عبر تعزيز قدراتنا الدفاعية. يجب أن تتبع دول غربية أخرى النموذج البريطاني، وحان الوقت لفرض حظر كامل على موارد الطاقة الروسية. جونسون وهو أول مسؤول في مجموعة السبع يزور أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير، أكد تجديد العقوبات والضغوط الاقتصادية على روسيا، وعرض على زيلينسكي تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدا بأداء الجيش الأوكراني. مع شركائنا نمضي في تكثيف الضغوط الاقتصادية، وسنستمر في تجديد العقوبات على روسيا أسبوعا تلو الآخر، ليس فقط تجميد الأصول في البنوك وفرض عقوبات على الأثرياء الروس، بل والابتعاد عن استخدام النفط والغاز الروسيين. وسنقدم لكم الدعم الذي تحتاجون إليه، دعم اقتصادي وبالطبع دعم عسكري حاسم. دعم الهدف منه كما يقول جونسون ضمان عدم التنمر على أوكرانيا مجددا وألا تتعرض لتهديدات بنفس الطريقة مرة أخرى. أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أكثر من 4.5 مليون شخص. ومع تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الأزمة، حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان موسكو وكييف على تهدئة الأوضاع والدخول في هدنة خلال الاحتفال بعيد الفصح، على أمل أن تسهم في دعم المفاوضات الجارية للمساعدة في إحلال سلام دائم. في ساحة القديس بطرس وأمام عشرات الآلاف من الزوار، دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس أثناء رئاسته قداس أحد السعف إلى هدنة في عيد القيامة بأوكرانيا، وأدان ما وصفه بحماقة الحرب. وحث بابا الفاتيكان على إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى حل للصراع. ضعوا السلاح أرضا ولتبدأ هدنة عيد الفصح، ولكن ليس لإحادة التسلح واستئناف القتال، ولكن لهدنة للتوصل إلى السلام من خلال مفاوضات حقيقية مستعدة حتى لتقديم بعض التضحيات من أجل مصلحة الشعب. وأدى تواصل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى واحدة من أسوأ أزمات اللاجئين التي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أدت إلى فرار أكثر من 4.5 مليون بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي أكثر من ربع سكان البلاد، إلى مغادرة منازلهم، إما عن طريق عبور الحدود بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة، وإما سعيا إلى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.
يواصل الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وتحتدم المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان من بين 12 مرشحا. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس الأستاذة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية. بداية بعد التحية، كيف استعدت فرنسا للانتخابات الرئاسية وماذا عن سير العملية التصويت وحجم الإقبال في ظل وجود نسبة من المقاطعة لهذه الانتخابات؟ اهلا بك. اولا هو بشكل عام الاستعدادات هي كما في كل انتخابات رئاسيه، اللجان معروفه، الناخبين مسجلين يوم احد لان الانتخابات لا تتم في يوم العمل او الدراسه، هي يوم واحد للجوله الاولى واخر يوم 24 للجوله الثانيه. الحقيقة أنه كان كما ذكرت متوقع عزوف هذه المرة، الناخب مصاب بإحباط، الوجوه المطروحة يشعر أنها لا تمثله، أثناء الحملة الانتخابية لم يجد ما يرضيه. وعادة في الانتخابات الرئاسية وزارة الداخلية تعلن عن عدد الحضور مرتين، مرة في الساعة الثانية عشر ظهرا والمرة الأخرى في الساعة الخامسة، ثم بعد هذا نعلم مع ظهور النتائج كم يعني عدد الحضور. الساعة أول إعلان في الثانية عشر كان 25% فقط من عدد الناخبين هم من توجهوا إلى صناديق الاقتراع، وهذا عدد ضئيل جدا. لماذا؟ لأن الوضع هنا ربما مختلف عن بلدنا، يعني في بلدنا حينما يكون الانتخاب يوم عطلة في الصباح لا تكون الأعداد كبيرة ثم تتزايد، أو في يوم عمل أيضا لا تكون كثيرة ثم بعد نهاية العمل تتزايد، ولكن في فرنسا جرت العادة أنه في العطلة يتم التصويت أولا ثم يبدأ الناخب يومه مرتاحا ينفذ برنامجه اليومي أو أثناء العطلة كما يريد، وبالتالي فإن هذه النسبة في العادة هي الكبيرة، يعني النسبة الصباحية هي الكبيرة، وب 25% من عدد الناخبين هو عدد قليل جدا هذه المرة. ننتظر الإعلان في الساعة الخامسة قبل إغلاق الصناديق في الساعة السادسة. طب أستاذة فابيولا، تحدثتي عن أن الناخب الفرنسي مصاب بالإحباط وأنه من بين المرشحين لم يجد من يمثله في ظل الحملات الانتخابية، في ظل وجود 12 مرشحا في هذه الانتخابات، ألا يجد الناخب الفرنسي من يمثله؟ يعني واقع الامر انه على سبيل المثال الحزب الاشتراكي، مرشحه الحزب الاشتراكي هي عمده باريس، هو يعلمها، يرى الانجازات والاخفاقات، هي ليست بالوجه السياسي فقط الذي لم يمارس منصب، هي مكانها هي اهم عمده في الدوائر يعني الباريسيه وضواحيها، هي عمده باريس، فهي معروفة لديه وهو يعرف إمكانياتها جيدا، ويرى أن الحزب الاشتراكي نفسه لم يستطيع أن يقوم وينهض من عثراته ليعود قوي
كما كان دائما. الحزب الجمهوري نفس الوضع. الحزب الجمهوري حينما نرى أنه حتى اللحظة الأخيرة، حتى الصمت الانتخابي، السيد نيكولا ساركوزي أحد أقطاب الحزب الجمهوري لم يؤيد السيدة المرشحة فاليري بيكراس، هذا يعطي انطباعا محبطا. إذا ما كان أقطاب الحزب لا يرضون عن المرشح، فهل يقنع المرشح الناخبين؟ السيد إريك زومور وهو أقصى اليمين المتطرف وهو شخصية شعبوية بدأ بشكل مرتفع، استقطب البعض، ولكن خطابه لم يكن مرضيا. خطابه فقط يتوجه نحو الهجرة، نحو الهجوم على الإسلام والمسلمين والمهاجرين، ولكنه فيما يخص قدرة شرائية والتضخم والاقتصاد والصحة لم يكون لديه ما يرضي الناخب. نظل هكذا. السيد ميلونشون اليسار الراديكالي هو اكتسب أرضية بالفعل أعلى من الانتخابات السابقة، وصل للثالث في استطلاعات الرأي قبل الجولة الثانية، وأيضا اليوم هو في بحسب استطلاعات الرأي النهائية قبل التصويت هو في الثالث، ولكن بأعداد أكثر ارتفاعا، ولكنه لا نتوقع أن يفوز. يبقى لدينا السيد إيمانويل ماكرون الرئيس الذي نزل السترات الصفراء ضده نتيجة أول ما وصل لما يعتبره الفرنسيون قرارات خاطئة، وقبل أن يصلحها جاءت أزمة الكورونا. نعم. وهو نفسه قال أنه استوعب الدرس تماما وأنه سوف يصلح هذا. هذه وعود، هل سيقتنع بها الناخب أم لا؟ العزوف على الانتخاب يرد عن هذا. اليمين المتطرف يكسب أرضية كبيرة ممثلا في السيدة لوبين التي غيرت من خطابها، ولكن أيضا غالبية الفرنسيين حتى هذه اللحظة المستوى الثقافي والفكري لهم لا يؤيد دخول اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى القصر الرئاسي كي يحكمهم. وبالتالي المشهد بالنسبة له أنه لم يجد المرشح القوي الذي يطرح برنامجا قويا، خصوصا بعد أزمة الكورونا، يعني يجيب على ما يريد. ولكن استطلاعات الرأي تظهر أن الأقرب إلى الفوز هو المتنافسان إيمانويل ماكرون ومارين لوبان على الصعود للجولة الثانية. نعم. والمدهش أنه هذه المرة رغم أن نفس المشهد تكرر في 2017 ولكن الفارق بينهما كان كبيرا، هذه المرة الفارق نقطتين فقط، وهذا ما يقلق في هذه الانتخابات ويجعل نتائج الجولة القادمة غير محسومة بالمرة. ولكن هذه الجولة تشير إلى أن من سيذهب إلى الإعادة السيد ماكرون السيدة لوبان. نعم، أشكرك السيدة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الوافية.
يعقد البرلمان الباكستاني جلسة غدا لانتخاب رئيس وزراء جديد خلفا لعمران خان الذي حجبت عنه الثقة أمس بعد أزمة سياسية استمرت أسابيع تم طرح الثقة في حكومته مرتين. وجرى ترشيح رئيس حزب الرابطة الإسلامية محمد شهباز شريف لمنصب رئاسة الوزراء، فيما قدم حزب الإنصاف الذي يتزعمه عمران خان أوراق ترشيح شاه محمود قرشي نائب رئيس الحزب ووزير الخارجية في الحكومة المنحلة. بعد أزمة سياسية استمرت أسابيع عدة، أخيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة. وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان استقالته، ما ترتب عليه ترك مقعده شاغرا. قررت أن لا أظل في منصبي بعد الآن ومن ثم أستقيل. لقد قضيت جزءا كبيرا من حياتي مع زعيم عمران خان، لقد كنت معه منذ 26 عاما منذ أن كنت طالبا. على أي حال، نظرا أن ذلك واجب وطني وأمر من المحكمة العليا، سأقبل به تماما وأسلم الرئاسة إلى أياز صادق. وبعد تولي أياز صادق أحد نواب المعارضة رئاسة المجلس، بدأت عملية تصويت ليعلن تأييد الأغلبية سحب الثقة عن خان. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. 174 عضوا سجلوا أصواتهم لصالح القرار، وبالتالي فقد تمت الموافقة على حجب الثقة عن عمران خان رئيس وزراء باكستان بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية. وحاول خان بشتى السبل البقاء في المنصب، بما في ذلك حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وإجراء تصويت على حجب الثقة. ولم يتضح على الفور متى ستختار الجمعية الوطنية رئيسا جديدا للوزراء، لكن من شبه المؤكد أن زعيم المعارضة شهباز شريف سيخلف خان في رئاسة حكومة باكستان. تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 498 مليونا، وتخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 ملايين بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الحالات للإصابات حول العالم، بلغت أكثر من 80.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون إصابة. بانوراما المتواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. إيران تتهم الولايات المتحدة بالسعي لفرض شروط جديدة في الملف النووي. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى حسام الدين عاطف. إليك حسام. أشكرك غادة، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. معرض خير مزارعنا لأهالينا يواصل فعالياته بحديقة الأرمان، والزراعة تقرر مد المعرض حتى نهاية شهر رمضان. أهلا بكم من جديد. يشهد معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي تنظمه وزارة الزراعة في حديقة الأرمان إقبالا ملحوظا من المواطنين الراغبين
في شراء السلع الأساسية والغذائية وبأسعار مخفضة. هذا وقد قررت وزارة الزراعة مد هذا المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فلنتابع المزيد في سياق هذا التقرير. طوال شهر رمضان يواصل معرض خير مزارعنا لأهالينا توفير كافة السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتناسب مع محدودي الدخل. المبادرة دي أطلقها المعالي وزير الزراعة خير مزارعنا لأهالينا، إن هو يعرض فيها كل الحاجات المتكاملة، الجبن والألبان والشاي والسكر والزيت، المربات وعسل النحل، اللحوم فريش ومجمد. عندنا أسعار أصلا مش موجودة بره، يعني احنا أقل من الناس، اللي كيلو العسل بره ب70 و80، احنا عندنا كيلو العسل ب50، والنباتات الطبيعية ب62، حبوب اللقاح ب10 جنيه. المعرض يحقق ميزة إضافية وهي تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك عن طريق عرض هذه السلع بشكل مباشر للجمهور دون حلقات وسيطة. جميع مزارعنا بالمحافظات المنتج بتاعها بيصل للموقع مباشر بدون وسايط بدون عملاء بدون اي حاجه، لازال النسبه بتتراوح ما بين 30 و40% خصم. كيلو اللحم هنا بيتباع ب 135 مقارنه بالاماكن اللي بره بيتباع ب 200 جنيه في المناطق الشعبيه، والضاني ب 125. قدره الرئيس واسعارنا الكيلو ب 10 جنيه والكيلو ب 8 جنيه، الطماطم ب 8 والكوسه ب 10 والكرنبايه ب 10 جنيه والخيار ب10 جنيه الكيلو. هي سلع من إنتاج قطاعات وزارة الزراعة يتم بيعها للمواطنين بأسعار التكلفة. اشتريت بطاطس والطماطم هنا ب12 جنيه بره ب20 جنيه، والأسعار هنا جميلة جدا في متناول الجميع. البطاطس 5 كيلو ب15 جنيه. يعني اشتريت بيض من هنا ب57 كنت بجيبه ب65 بره. وأعلنت وزارة الزراعة إتاحة نحو 21 منفذاً متنقلاً و171 منفذاً ثابتاً لخدمة أهل القرى والمحافظات كافة. من المنتج إلى المستهلك تأتي تلك السلع بشكل مباشر إلى المواطن بأقل التكلفة، لتكون حققت الدولة بذلك الهدف المنشود وهو العمل كلاعب رئيسي في الأسواق لضبط الأسعار. من حديقة الأرمان أشرف مبارك، النيل. أكد وزير المالية محمد معيط أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام الماضية. وأضاف معيط خلال لقاء مع السفير السويدي بالقاهرة أن الحكومة مستمرة في العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. ومن جانبه قال السفير السويدي إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر. دشن وزير النقل كامل الوزير المرحلة الأولى من خدمات نقل الركاب في محافظة سوهاج لربطها مراكزها ومراكز المحافظة بالعاصمة. وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم تنفيذه بأياد مصرية خالصة، ويتم تصنيع حافلات النقل الجماعي بنسبة مكون محلي تبلغ 60%. وذكر وزير النقل أن الوزارة ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قامت بالتنسيق المباشر مع المحافظين بهدف توفير خدمة مميزة للمواطنين في أنحاء الجمهورية كافة. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت هذه الوقفة الاقتصادية، ونعود مرة جديدة للزميلة غادة فاروق. تفضلي غادة. أشكرك حسام، أهلا بكم من جديد. اتهمت إيران الولايات المتحدة بالسعي إلى فرض ما وصفه بشروط جديدة خلال محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن الجانب الأمريكي طرح خلال الأسابيع الأخيرة مطالب تتعارض مع بعض بنود النص. وأشار عبد اللهيان إلى أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع بعض العقوبات عن طهران قبل إحياء الاتفاق النووي لإظهار حسن النوايا. تأتي هذه التصريحات بعد نحو شهر من تعليق محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى وإيران. وعودة للشأن المحلي، حيث أقامت وزارة البيئة احتفالية بمناسبة ختام فعاليات مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث تم عرض ما تم إنجازه في التخلص الآمن من المبيدات المهجورة والتي تشكل خطرا على البيئة.
أكثر من 1000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة نجحت مصر في التخلص الآمن من هذه الكميات في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة لتقيم وزارة البيئة احتفالية ختام فعاليات المشروع بمقر بيت القاهرة بالفسطاط بحضور وزراء البيئة والتعاون الدولي وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالمشروع. مشروع من أهم المشروعات التي لها علاقة بالحد من التلوث وتأثيره المباشر على صحة المواطن، وهو التخلص من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة متمثلة في المبيدات المهجورة ومتمثلة في مادة البي سي بيز اللي موجودة في زيوت المحولات، وذلك على مدى 30 سنة اللي فاتوا. الحاجات دي كنا عايشين بيها في بلدنا لمدة 30 سنة. كثير جدا من مشروعات جمهورية مصر العربية ممكن إعادة تطبيقها في بلدان أخرى، وبالتالي بتعتبر نماذج هامة جدا للتعاون مع دول القارة الأفريقية، لأننا بنضرب مثل مهم بأنه كل هذه المشروعات مصاغة يعني متماشية مع رؤية مصر 2030، متماشية مع الأعراف الدولية. مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من المبيدات الراكدة والمهجورة المخزنة في بعض المواقع واتخاذ كافة التدابير العلمية والفنية لتحسين الأوضاع البيئية بتلك المناطق. احنا كان عندنا هدفين، الهدف الاول التخلص الامن من 1000 طن من المبيدات عالية الخطورة وخصوصا الكميات المنتمية للملوثات العضوية الثابتة اللي وقع تحت اتفاقية استوكهولم اللي مصر موقعة لسنة 2002 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2004، بالاضافة الى معالجة او التخلص الامن من 1000 طن من زيوت محولات كهربائية اللي كانت بتنتج في فترة من الفترات السابقة. جهود كبيرة قامت بها وزارة البيئة لنجاح مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة والتخلص الامن من هذه المبيدات والتي كانت تشكل خطرا على البيئة منذ سنوات طويلة، بما ينعكس على خلق بيئة نظيفة وصحة أفضل للمواطنين. أحمد ممدوح، النيل. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الرياضة. وصول أول مهمة فضائية خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية. أهلا بكم مجددا. وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع. في طفرة حقيقية وإنجاز غير مسبوق، وصل أول فريق يتألف بالكامل من أفراد عاديين إلى متن المحطة الفضائية الدولية لبدء مهمة علمية تستغرق 7 أيام كاملة. يخطط الفريق متعدد الجنسيات، فريق بعثة سبيس إكس أكسيوم، لقضاء 8 أيام في المدار بقيادة رائد الفضاء الإسباني المولد مايكل لوبيز أليجريا، الذي كان يعمل لدى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قبل أن يتقاعد، والذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس شركة أكسيوم سبيس للتطوير. ثاني أعضاء الفريق هو لاري كونر، وهو مطور عقاري وطيار من أوهايو، ويتولى قيادة المركبة كرو دراجون بالرغم من أن عمره يتجاوز 70. البعثة تضم كذلك رجلي أعمال يتوليان المهام التخصصية في هذه البعثة. الفريق سينضم لطاقم المحطة الفضائية الدولية الدائم، والذي يضم 7 رواد فضاء، 3 أمريكيين وألماني من وكالة الفضاء الأوروبية، و3 رواد فضاء روس أيضا. يعتزم طاقم المهمة إجراء 24 تجربة علمية وبيولوجية على متن المحطة الفضائية الدولية، منها تجارب بحثية على صحة المخ وخلايا القلب، وكذلك تجارب تتعلق بالسرطان والشيخوخة. المهمة التي تمثل ثمرة تعاون بين أكسيوم وشركة الصواريخ المكوكية سبيس إكس ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا توصف بأنها خطوة عملاقة على طريق التوسع في الرحلات التجارية للفضاء. وختاما هذه تذكرة بأبرز عناوين بانوراما. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين.
قصف روسي يدمر مطار دنيبرو شرق أوكرانيا والعثور على عشرات الجثث في مقبرة قرب كييف. ماكرون يواجه تحديا صعبا من اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.